مربع كامل تم مسحه في هذه عمليات البحث ما زالت مستمرة عن مصابين وشهداء. بس راح تصور والله انا الوكيل. هايهم أطفال قاعدين في كياس بنعبيهم، كياس بنحط فيهم يا عمي، في كياس. حسبي الله ونعم الوكيل. يا الله. فاقت المئات من الإصابات. بعد الانفجار الكبير اللي هز كل معسكر جمال، مئات الجرحى ومئات الشهداء في بيوتهم آمنين، في بيوتهم تم قصفهم جميعا، في بيوتهم آمنين. أطفال كلهم شهداء، أطفال وشيوخ ونساء. يعني نحن مش عارفين عن كل الدنيا صباح، نقف معها كلهم شباب متطوعين، نزلوا شدوا جمعة بعض عشان بس يساعدوا الناس.